قام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر تعليماته إلى أمر رحابة الدروع الرابعة وأمر الكتيبة 298 دبابات 204 سابقا يقضي بإخلاء المقر الذي تشغله كتيبة سابقا 204. وجاء في البيان أن القيادة العامة تقدر الدور البارز للأندية الرياضية والثقافية في الوسط الشبابي خاصة وفي المجتمع عامة، وتسعى دائما إلى دعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم لصقل مواهبهم وقدراتهم الذهنية والبدنية وتوظيفها للإسلام في النهضة والبناء والتطوير في كل المجالات. أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر القرار رقم 185 بشأن إعادة تسمية رئيس غرفة العمليات الرئيسية. وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يعاد تسمية رئيس غرفة العمليات الرئيسة المشكلة بالقرار رقم 103 لعام 2016 على أن تكون برئاسة اللواء طيار محمد المدني الفاخري بدلا من عميد ركن أحمد محمد علي العرفي. وشدد القرار على أنه يعمل به من تاريخ صدوره وهو الخامس من نوفمبر، وعلى الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ. قتلت قوات الجيش الوطني 3 إرهابيين ودمرت عددا من الآليات التابعة للجماعات الإرهابية في منطقة الفتايح بدرنة. وأوضح مراسل قناة ليبيا الحدث بدرنة أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة الفتايح بالكامل التي كانت تتمركز فيها الجماعات الإرهابية دون وقوع خسائر بين صفوف الجيش الوطني. يذكر أن آمر مجموعة عمليات عمر المختار لتحرير درنة حذر في تصريح خاص لقناتنا بأن منطقة الفتايح منطقة عسكرية وعلى جميع السكان إخلائها حفاظا على سلامتهم. وصل إلى قاعدة جمال عبد الناصر الجوية بطبرق رئيس أركان القوات الجوية العميد ركن صقر الجروشي بعد رحلة علاجية خارجية، وحظى الجروشي لدى وصوله أرض الوطن باستقبال رسمي من قبل منتسبي قاعدة جمال عبد الناصر الجوية. ووجه الجروشي شكره إلى القائد العام المشير خليفة حفتر واللواء عبد الرازق النظوري الذين اهتما بحالته الصحية وتابعا مسيرته العلاجية. أفاد المتحدث الرسمي للحكومة الليبية المؤقتة بأن رئيس الحكومة عبد الله الثني أصدر تعليماته بشأن عودة محمد الدائري لاستئناف عمله كوزيرا للخارجية. وأوضح المتحدث نقلا عن رئيس الحكومة أن ذلك يأتي لدواعي المصلحة العامة والحرص على تنظيم العمل بقطاع الخارجية نظرا للالتزامات والارتباطات المتراكمة التي أحدثت ربكة تنظيمية، مضيفا أن مساءلة وزير الخارجية محمد الدائري من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان مضى عليها 6 أشهر. عقدت لجنة الداخلية بمجلس النواب اجتماعا مع رؤساء الفروع بمصلحة الأحوال المدنية من مختلف مناطق ليبيا، حيث تم نقاش المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل المصلحة. وقال نائب رئيس لجنة الداخلية عز الدين قويرب أن تضارب القرارات من قبل المجلس الرئاسي غير الدستوري عرقل عمل المصلحة، مضيفا بأن هناك قرارات تخص عمل المصلحة لا تحظى برضا رؤساء الفروع. وكشف نائب رئيس لجنة الداخلية بأنه تم الاتفاق على تقديم مقترح من قبل رؤساء الفروع لحل إشكالية التنازع في القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي غير الدستوري على أن يتم عرضه على مجلس النواب. وشدد قويرب على وحدة المصلحة وضرورة المحافظة عليها من أي اختراق باعتبارها قائمة بيانات الشعب الليبي. وصلت سيولة نقدية تقدر ب 37 مليون دينار ليبي إلى مطار الزنتان قادمة من مصرف ليبيا المركزي البيضاء. وأوضح مراسل قناة ليبيا الحدث بالزنتان أن السيولة النقدية سيتم توزيعها على مصارف الوحدة والجمهورية وشمال أفريقيا وجميع فروع الجبل الغربي وباطن الجبل.
تفقد وزير الحكم المحلي محمد الفاروق ونائب رئيس الوزارات لشؤون الهيئات عبد الرحمن لحيرش سير العمل بموقع مشروع الإسكان الخاص بالنازحين في مدينة بنغازي والذي يضم 311 وحدة سكنية. هذا ويعد الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ هذا المشروع وتسليمه حتى 17 من شهر يناير للعام القادم. يشار إلى أن رئيس الوزراء عبد الله الثني قد شكل لجنة لمتابعة المشاريع المتعطلة وسيرها برئاسة لحيرش، وتضم وزير الحكم المحلي ومستشار رئاسة الوزراء ومستشار ديوان رئاسة الوزراء. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، تليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث لو تي في. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.